دلوقتي احنا عايزين نوضح اول حاجة قبل ما نوضح ايه الجديد في عمليات تصحيح الابصار، نوضح الـ الشائعات الغلط. يعني هل فعلا النظر بيرجع تاني؟ هل اصل العملية معرفش بتأثر ايه في العين، بتضعف العين؟ كلام طبعا ملوش اي صح. خلينا ناخد من كلام حضرتك ان انت قلتي ان في فعلا اشاعات بتكتسب مصداقية وكأنها حقيقة، وهي صح. في الاخر اشاعة، لان واحد قالها وقالها لغيره وقالها لغيره وقالها لغيره، ممكن جزء منها يبقى صحيح بس في الاغلب اغلبها مش مظبوط. تمام. احنا دلوقتي بنتعامل مع ادق حاجه، يعني احسن حاجه ربنا خلقها لنا، اكتر حاجه احنا بنخاف عليها الجوهره بتاعتنا، عينينا. صح. تمام. فانا لو عملت الصح، لو عملت المانوال الكتالوج اللي مشيت على الكتالوج والخطوات الصحيحه، هوصل في الاخر للنتيجه الكويسه. لو انا خالفت الحاجه الصح هوصل لحاجه غلط، ما اجيش اقول ان انا وصلت النتيجه غلط بسبب ان التقنيه غلط، لا احنا عملنا حاجه غلط. ففي شروط عشان العمليات دي تبقى ناجحه. طب خليني اقولها بشكل تاني، يعني ممكن يكون يا جماعه حد مثلا شاف له سعر معين على السوشيال ميديا وجري ورا الاسعار المخفضه والارقام اللي هي اصلا مش جايبه ثمن العمليه، وطبعا راح لمكان مش موثوق فيه، اختيار العمليه كان خاطئ، بيشتغلوا بالجهاز اللي عندهم بس في عمليه واحده بيعملوها لكل الحالات، فطبعا بالتالي النتيجه كانت غلط. فالشخص ده هو يعني نشر الكلام الغلط. مظبوط. برضه خلينا نقول ان احنا عندنا خمس شروط اساسيه. أوكي. عشان اوصل لحاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الامان، الامان رقم واحد، وتاني حاجه الدقه او جوده النظر. صح. ايه هما الخمس شروط؟ اول حاجه ان المريض يكون خلاص مقاساته ثبتت، النظر بتاعه ثبت مش معرض تاني ان هو يتغير. طب نمشي بقى خطوه خطوه. سن كام؟ بدايه من سن 18 سنه، الاحصاءات بتقول ان اغلب البشر من بعد 18 سنه النظر بتاعهم بيكون ثبت. في طبعا حالات شاذه او حالات بتفضل بعد 18 سنه. فاحنا عشان كده بنقول ان اي حد عايز يعمل تصحيح ابصار لازم يكون المقاس بتاعه ثبت، مش لسه المقاس بيتغير. واحنا بنعرف كده في العياده ان احنا بنكشف عليه، بناخد المقاسات بنقارنه بالنضاره اللي هو جاي بيها، لقينا المقاسات خلاص ثبتت يبقى ده جود كانديد او مرشح جيد ان هو يعمل عمليه تصحيح. يبقى ده جاهز ان هو يعني يقدم على الشرط رقم العمليه. حلو. الشرط رقم اتنين الفحص القرنيه بتاعي، تخطيط القرنيه، الفحص القرنيه بتاعي يكون كويس، القرنيه تكون سميكه وتتحمل التصحيح، لان في ناس عندهم القرنيه بتاعتهم رفيعه لاسباب خلقيه او اسباب مرضيه. أوكي. واحد القرنيه بتاعته رفيعه او جاله مرض معين خلى القرنيه بتاعته رفيعه فما بقتش قابله ان هي نقدر نعمل لها تصحيح. لما نعمل بقى تصحيح لواحد القرنيه بتاعته رفيعه ويرجع النظر بتاعه يضعف، هيضعف فعلا. بس الغلطه هنا ان انا ما اتبعتش التعليمات بتاعه الامان. ثالث حاجه ان انا يكون عندي مستخدم زي ما حضرتك قلتي افضل واحدث الاجهزه. دي عينيا، ده عينيا ما استخدملهاش احسن، ما استخدملهاش اي حاجه، انا استخدم لها افضل حاجه. كل الاجهزه الجديده والحديثه كل ما الجهاز بيكون جديد، اجهزه الفحص والعمليات بتكون النتائج متوقعه ودقيقه، غير لما يكون جهاز قديم، جهاز مستخدم قبل كده كذا مره، النتائج بتاعته غير متوقعه، بنقولها unpredictable، ممكن واحد تصيب وممكن واحد تخيب. صح. فمين اللي ياخد الريسك على نفسه انه يعمل حاجه زي كده؟ ثالث الحاجه اللي بعد كده الدكتور المدرب المايسترو بقى اللي هو بيدرس الفحوصات، بيحدد العمليات. خلي بال حضرتك ان العمليه كاجراء اجراء سهل بسيط، ولكن العمليه الاختيار انا بقول للناس انتوا فاكرين العمليه بتعمل في العمليات، لا العمليه بتعمل في غرفه الكشف. صح. اكشف عليك، اشخصك، ادرس الفحص بتاعك كويس. انا عندي خمس او ست تقنيات احدد لك ايه المناسب ليك، المناسب ليك غير المناسب ليا. انا عامل تصحيح ابصار، عامل لاخويا عمليه، عامل لقريبي تاني عمليه، ممكن ست افراد يبقوا جايين لي كل واحد يبقى ليه عمليه شكل، سامعين عمليه إيه؟ واحده سامعين إيه؟